فريق الأهلي تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة في إياب دور الـ 32 للبطولة الإفريقية في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه واللي توج بيه في الموسم الماضي. النادي الأهلي تسلم درع بطولة الدوري ممتاز لموسم 2023-2024 وده في احتفالية كبرى نظمتها الشركة المتحدة للرياضة على استاد القاهرة الدولي بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في إياب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. المنتخب الوطني لشباب كرة اليد نجح في التتويج ببطولة إفريقيا لكرة اليد، ده بعد ما فاز على المنتخب التونسي بنتيجة 29-25 في نهائي البطولة اللي أقيمت فعالياتها بتونس. البطل المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش توج ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، ده بعد فوزه على مواطنه علي فرج المصنف الاول عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 واللي استضافتها فرنسا في الفترة ما بين 15 حتى 21 سبتمبر الجاري. البطلة المصرية نور الشربيني مصنفة الأولى عالمياً للسيدات الإسكواش توجت ببطولة باريس المفتوحة للإسكواش للمرة الثانية على التوالي، وفازت نور في المباراة النهائية على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً في المباراة النهائية بالنتيجة 3-2. ونروح معاكم للدوري الانجليزي وفريق ليفربول حقق الفوز على فريق بورنموث بنتيجه 3-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب انفيلد ضمن منافسات الجوله الخامسه من بطوله الدوري الانجليزي الممتاز، وبيتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطه، وبيتواجد بورنموث في المركز ال 13 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 5 نقاط. فريق إبس ويتش تاون المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري سام مرسي اتعادل مع فريق ساوثهامبتون بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. الدولي المصري سام مرسي لاعب فريق إبس ويتش تاون توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة ساوثهامبتون. فريق كريستال بالاس تعادل سلبيا مع فريق مانشستر يونايتد في المباراة اللي أقيمت أو جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيملك مان يونايتد في رصيد 7 نقاط في المركز ال 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبيحتل كريستال بالاس المركز ال 16 برصيد 3 نقاط. فريق إنترلاخت فرانكفورت فاز على بروسيا مونشن جلادباخ بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي. فريق بايرن ميونخ الألماني حقق الفوز على فيدرر بريمن بنتيجة 5-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب فيسر ستاديون ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني. فريق يوفنتوس تعادل سلبيا مع فريق نابولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي، وتواجد فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما تواجد فريق يوفنتوس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية الجمعة أنا ومحمد عشان نكمل معاك فقرات صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا.